مشتاقين والله مشتاقين. العوده مره اخرى ليك يا كابتن ايمن، مبروك ليك، ببارك لنفسي وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. عوده مره اخرى بعد 7 سنوات غياب، السوبر افريقي غايب عن خزائن النادي الاهلي، عوده مره اخرى. الحمد لله لعيبه النادي الاهلي بيتسو موسيماني وجماهير النادي الاهلي كمان كانوا واثقين جدا في رجالتهم، كله بيتكلم النهارده على قد ايه كان اداء بطولي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. كان كل الناس موجوده عشان تساند اللعيبه والابطال اللي الحمد لله لم يخذلوهم ابدا في عوده البطوله مره اخرى. خلينا يا كابتن ناخد بعض ردود الافعال النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الف مبروك ليكي، وتقولي ايه النهارده؟ عايزه اقول الف مبروك للنادي الاهلي. الاهلي دايما بيفرحنا، الاهلي دايما بيشرفنا، وموسيماني شكرا 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 موسيماني. الف مبروك للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وده تعب مجلس الاداره. احنا بنرد في الملعب، ما بنردش في اي مكان تاني، واصغر طفل اهلاوي الحمد لله. قول مبروك الاهلي. مبروك للاهلي. مبروك للخطيب. مبروك للخطيب. علي صوت، قول التالتة شمال. التالتة شمال. انت في نادي ايه؟ نادي القرن. نادي القرن، نادي القرن الافريقي. ايه النهارده يا اللعيبة؟ انا الاول عايز اشكر الكابتن محمود الخطيب واللعيبة، وربنا دايما بيكرمنا عشان احنا بنلعب بشرف ونستاهل كل حاجه بناخدها، وبنكسب بره وجوه عادي من غير حكام ولا اي حاجه. وعايزين ندعي المؤمن زكريا برضو ان ربنا يشفيه. رجاله الاهلي النهارده شايفهم كانوا قد المسؤوليه، كل الناس كانت خايفه النهارده، خاصه انه جيل جديد ياتي بالبطوله اللي هي غايبه بقى لها 7 سنين، تقول لهم ايه؟ طبعا رجاله الاهلي دي هي معروفه، هي احنا بنشوفها في البطولات، احنا بنشوفها في النهائيات، بنشوفها في الماتشات الكبيره، فبنلاقيها. فالحمد لله بطوله كانت كنا مفتقدينها من 7 سنين، والناس اللعيبه تستحقها كلها. شكرا موسيماني، شكرا كابتن الخطيب، شكرا مجلس الاداره، شكرا جمهور الاهلي. شايف مين رجل المباراه النهارده من وجهه نظرك؟ رجل المباراه اللعيبه كلها، ال 11 لاعب، كل اللي لعب في الماتش وكل اللي كان على الدكه. واحب اشكر الكابتن محمود الخطيب والكابتن ايمن شوقي والضيوف اللي معاه، واحب اشكر كل الجماهير ديت. واحنا ما بنرضاش يعني حتى لو تعادلنا في ماتش، احنا بالنسبه لنا خساره. احنا اللي عودنا النادي الاهلي عليه كيان كبير دوت، ان احنا لازم نكسب كل الماتشات. الماتش بالنسبه لنا بطوله، خسرنا ماتش او تعادلنا ماتش دي احنا كده خسرنا بطوله. اداء اللعيبه النهارده تقول عنه ايه؟ الحمد لله المكسب، والاهلي جامد، والاهلي حلو، والاهلي في كل حته يشرف الاهلي، الاهلي بيشرف في كل مكان، وكل بطوله ان شاء الله بتاعت الاهلي، والدوري والكاس وكاس مصر باذن الله للاهلي، باذن الله باذن الله، بطوله كل بطوله للاهلي، لان احنا بناخدها بعرق، بناخدها بمجهود، مش بناخدها بحاجه ثانيه. خلال الفتره اللي فاتت كل الناس كانت بتقول عن بيتسو موسيماني ان هو قد المباريات الكبيره، تقولوا ايه النهارده؟ هو الحمد لله قدر يفوز بكل الماتشات، وبيقدم وجاب بطوله مهمه غايبه من 7 سنين، والحمد لله. اول مبروك لجماهير النادي الاهلي وجمهور مصر كله، ولا بركان ولا زلزال، الاهلي فريق يهد جبال. مبروك للنادي الاهلي. الف الف مبروك للنادي الاهلي النهارده البطوله. الاهلي النهارده الشوط الاول بصراحه ما حضرش، لكن الشوط الثاني حسينا بقيمه الاهلي وقدره الاهلي، واللعيبه حست ان رامينا 70 مليون مصري بيتفرجوا عليهم. الف الف مبروك للنادي الاهلي. انا سبب Oh!